أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون. اللهم ويقولون
وما هو إلا
يوم
الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى المأوى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.